إلى ذلك سخر عدد من أعضاء الوفد العالمي المرافق للوفد الوطني بمشاورات الكويت من أطروحات وفد الرياضة التي تبتعد عن سياق الحل الشامل والكامل، مؤكدين أن ما يجري من نقاشات لا بد أن تفضي إلى اتفاق شامل وكامل بخلاف ما يشيعه وفد الرياض وإعلام العدوان. كثير أن نطلق على المرتزقة المتواجدون اليوم في الرياض اسم وفد، هم رسل ورسل رديئون جدا للمملكة السعودية لإفشال هذه المفاوضات، تارة بتعليقها، تارة باختراق العراقيل ووضعها في سبيلها، تارة بطلب الأجازة، تارة بالتصعيد السياسي، مؤخرا بمحاولات العودة بها إلى نقطة الصفر، ثم الصراخ والعويل من اتفاق أنصار المؤتمر وأنصار الله الذي لا علاقة له بالتفاوض، وهو مستوى من التنسيق معني به في الدرجة الأولى المؤتمر وأنصار الله، ولا علاقة للمشاورات به. وأخيرا الآن يحاولون الترويج لما يسمونه خطة ولد الشيخ للخروج من الأزمة، وهذه الخطة لا معنى لها ولسنا معنيين بالتوقيع عليها، كما هم يعتبرون أن الآخرين مسلوبو الإرادة كما هم، ونحن لنا قرارنا الخاص ولا نخشى أن نخرج من الفنادق التي يدفع فواتيرها محمد بن سلمان. يحاول وفد الرياض خلق مشاكل وعراقيل في هذه المشاورات، وخاصة بعد وصول أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء لاتفاق وتشكيل مجلس، ولذلك وفد الرياض يحاول خلق العراقيل والمشاكل للتنصل أو التهرب من هذه المشاورات. وآخر ما تقدم به هو الورقة التي قدمها ولد الشيخ، والتي كانت قدمت من السابق من قبل السفير السعودي، وهذه الورقة هي تخدم الأجندة السعودية ولا تخدم الطرف اليمني بشكل عام. الورقة التي أو المشروع الذي قدمها ولد الشيخ طبعا تتحدث عن الانسحاب من بعض المناطق العسكرية كصنعاء مثلا أو كتعز، متجاهلين الجانب السياسي الذي هو الأهم، والذي يفترض أن يكون الجانب السياسي هو الأصل، وبالجانب السياسي ممكن أن تتحقق بقية الخطوات. حثت دولة